تحكى وقضايا تناقش وشخصيات صدح اسمها في سماء الإبداع، كل ذلك في برنامج أهل المدينة. فأهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة أمهات في مهمة البحث عن أبنائهن المختطفين. الكلية العسكرية في عدن ميلاد دولة. مروان عيدروس عازف جيتار يلامس القلوب. مشاهدينا الكرام، نبقى الآن مع جولة إخبارية سريعة نعرض لكم فيها أهم ما حدث خلال الأسبوع. دعا محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر جميع المنظمات والمؤسسات الخيرية إلى توفير المعونات الغذائية والإيوائية والصحية لمخيمات النازحين. جاء ذلك خلال تدشين توزيع 1000 سلة غذائية في مخيم جديد لنازحي الحديدة، تم استحداثه بمنطقة الرباط في محافظة لحج. ضمن مشروع الشراكة المجتمعية في بناء السلام، نظم مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالعاصمة المؤقتة عدن وبالشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية ورشة عمل حول دور القضاء في بناء السلام. الورشة شارك فيها عدد من منتسبي السلطة القضائية بالإضافة إلى حقوقيين وأكاديميين، وناقشت التحديات التي تواجه عمل السلطة القضائية والاحتياجات اللازمة لتفعيل المحاكم والنيابات وتأمين منتسبيها. لا توجد أقوى من عاطفة الأم في محاولتها إعادة أبنائها من مصير مجهول، ورغم القمع والخذلان تشكلت رابطة أمهات المختطفين قضيتنا لهذه الحلقة. الاختطاف والإخفاء القسري من أبشع جرائم الحرب في اليمن، كونها مورست بدوافع انتقامية ضد شرائح مجتمعية مختلفة في المناطق المحررة وغير المحررة. منتصف الليل مع حوالي مع الساعة 2:30 أجت مداهمة، لا نعرف من أي جهة أجت، سواء أشخاص ملتمين وشاصات ومسلحين بأسلحة خفيفة وأسلحة ثقيلة. اتوجهوا إلى منزلنا وقاموا بكسر الأبواب وتفتيش البيت، حتى الفلوس حق الجهلة العملية اللي بنعملها العملية أخذوها، وفي ذيك الساعة أخذوا اثنين عيالي شباب، هم دنا صالح علي عثمان محمد وعثمان علي عثمان محمد، هم دمنا أولادي، خطفوهم ولا نعرف لأي جهة الآن أولادي فين. سألنا السجون يقولوا في سجون القلق، سألنا بعض السجون ولا حد يقولوا ما ندريش مخفيين. فهل هذا يرضيك سيادة الرئيس عبد ربه منصور؟ يمكن أقول لك جوانتنامو الجزء الثاني هنا عندنا في عدن من خلال الصور اللي شفناها. بالله عليك لما تكون مثلا أم ابن الوحيد تشوف فيه الصور هذه، يعني إيش بالله عليك بيكون مثلا حال الأم أو حال الزوجة أو حال الأخت؟ حياة صعبة الصبر، يعني لازم إظهار المساجين. يعطينا 4 كودان في اليوم في مكان لا نشوف به الشمس على الإطلاق، وكثيرا من السجناء الموجودين في هذا المعتقل أكثرهم قد هم مجانين، حتى لدرجة أن أجسامهم قد تغيرت من عدم تعرضهم لإشعاعات الشمس. للعام الرابع على التوالي، ومئات الأسر في المناطق غير المحررة محرومة من عائلها الوحيد، فمنهم من قضى نحبه تعذيبا في السجون، ومنهم من قتل بالقصف، ومنهم من ينتظر. حتى من أفرج عنهم بصفقات تبادل الأسرى خرجوا بجراح نازفة وبقايا أجساد منهكة، تحكي مرارة الاختطاف وبشاعة الإجرام. تم اعتقالي وأنا لا لي لا ناقة ولا جمل، لا في المقاومة ولا في أي شيء، من منزلي عندما قمت بزيارة أقاربي في دمار، فإذا بي أفاجأ بطاقم يقتحمون الشقة وإنزالي بالقوة مكروها إلى السيارة، ثم قاموا بربط عيوني وأودعوني في حمام لمدة شهر واحد سجن انفرادي، من ثم تم تعليقي لمدة 8 ساعات رأسي تحت ورجلي فوق، وبعدها قاموا بربط أحد الأسلاك في أيدي الشمال وتشغيل الماطور، ثم قام بتكريبي
في كل جزء من أجزاء جسمي بدون لا رحمة ولا شفقة حتى أغمى عليا. وبعد انتهاء حوالي الساعة 1:30 تقريبا بعد التعذيب أفاقوني في بمي وقاموا بسحلي حوالي 150 متر في الحوش على صدري. وفي العاصمة المؤقتة عدن أعلن رسمياً الإفراج عن 275 معتقلاً من سجون أثارت جدلاً واسعاً قبل أن تسلم مؤخراً إلى وزارة الداخلية في حكومة الشرعية، الأمر الذي أضاف غموضاً أكثر على هذا الملف الحقوقي الذي غدا قضية دولية وليس فقط مطلباً شعبياً. تم مداهمة البيت، يعني أتوا يعني مسلحين ملثمين ويعرف عليهم بأنهم إدارة الأمن، لأنه أخذوا زوجي، يعني هم المداهمة أدت يعني ركب الباب ورعبوا أولادي وضرب بالرصاص لدرجة أنهم فزعونا من النوم الساعة 1 ليلا. طبعا كل أولادي كلنا قمنا وخرجنا، يعني حتى يعني من شدة كسروا الطاقة حق الدرجة حق البيت، وكانوا زوجي كلهم لحظة ينتظروا بنزل عندكم لكن بغير ملابسي، ما حتى خلوه يغير حتى الملابس حقه. يداهمون احنا في بيوتنا في نص الليل ملتمين، اروح اسال يقولوا لي ايش لابسين ايش من بدل. طيب انا ايش عارفه ايش من بدل لابسين؟ الامن سالني اني يقول لي ايش من بدل لابسين، كيف شكلهم الان؟ اني ما ادري عيالي هل هم حيين او ميتين، يعني اخذوهم من غير اي تهمه منسوبه اليهم، مسجونين تحت الارض بتعذيب وحراق كهرباء. مش عارفين ابننا فين، وصاحب البيت اللي هو ابو بلال مش موجود بالخالص، يعني كيف نساء بغير رجال ومخطوف ابنهم ومش عارفين فين، حتى مش عارفين فين نروح. كل ما نسال يقولوا مش موجود، وهو الوحيد طبعا في البيت، يعني الوحيد ابننا الوحيد يعتبر. ومن وقع المعاناة تشكلت رابطة امهات المختطفين ابتداء من العاصمة المختطفة صنعاء، آخذة في التوسع شمالاً وجنوباً وصولاً إلى العاصمة المؤقتة عدن، ونجحت رغم كل الخذلان في كسر قيود السجان وإعادة البسمة لكثير من الأطفال. نرحب بالأستاذة أمة السلام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المختطفين في اليمن. أهلاً ومرحباً بك اليوم معنا في هذا اللقاء. بداية أستاذة، نحب أن تعلمينا عن ما هي رابطة نساء أمهات المختطفين في اليمن، وما هي النشاطات التي قمتم بها، ومتى تأسست طبعاً الرابطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر أولاً قناة بلقيس، القناة الرائعة التي تواكب القضايا الإنسانية وتعمل جاهدة في ذلك. رابطة أمهات المختطفين تشكلت من المعاناة ولدت من رحم المعاناة، حيث أن إحنا كأمهات تابعنا ووقفنا أمام السجون عدة شهور ونحن نتابع أبناءنا. كانت المتابعة من قبل أن تتشكل الرابطة، كانت المتابعة من قبل هيئة الدفاع عن المعتقلين، وهذه الهيئة تشكلت من مجموعة من المحامين والناشطات، فكانت هي التي تتابع قضايا المعتقلين، فتمت ملاحقتهم واعتقالهم أيضا، فوجدنا أننا وحدنا في الساحة لا يوجد معنا أحد، فتشكلت الرابطة في 2016 من الأمهات، مجموعة من الأمهات، أمهات المختطفين وأبنائهم وزوجاتهم وبناتهم، وأيضا مجموعة من الناشطات المؤمنات بهذه القضية، فقمنا بعمل هذه الرابطة وتشكيلها وترتيبها ترتيبا بسيط، لأنه يعني نقول نساء تجمعين من كل الفئات، فكان عمل ليس منظم تنظيم كثير، ولكن صادق لأنه نابع من أمهات، من نساء يعانين مشكلة معينة هي فقد أبنائهن وأهلهن، وأيضا عدم وقوف الجميع معهن وتخلى الناس عنهم، حتى أني كانت كلمة
مختطف في ذلك الوقت حاجة مثل الجريمة، حتى المجتمع نفسه يرفض هذا الكلام أو يشوف أنهم هؤلاء مجرمين، وهؤلاء ليش شلوهم، ليش أخذوهم من بيوتهم. فكانوا كثير من الأسر وكثير من الناس يخافوا حتى أن يبلغوا أن ابنهم مختطف. لكن عندما تشكلت الرابطة وبدأنا نجمع الأمهات ونعمل وقفات كثيرة في ذلك الوقت، مع أنه كان خطر وتهديد وضرب، لأنه إحنا عملنا إلى الآن تقريباً 110 وقفة احتجاجية. تخيلي في المناطق التي سيطر عليها الحوثيين تعرضنا لكثير من المضايقات، للضرب، للتهديد، للتوقيف بالسيارات، منعونا من ركوب السيارات حتى أثناء ما نخرج من الوقفات. يعني تخيلي المعاناة التي تعانيها الأمهات، حتى أننا في هذا الوقت يعني نخرج في بإيش نقول بصعوبة نكلم الأمهات والأسر بطريقة معينة. نحن سنخرج في ذلك الوقت ونخرج نناضل أو نسمع صوتنا للعالم أن أولادنا وأبنائنا تحت القمع. مؤخرا أستاذة أمت السلام تم الإفراج على مجموعة من المعتقلين والمختطفين، مجموعة من المختطفين، ما هو دوركم في هذا الإفراج عنهم وما هو قولكم كذلك؟ هل تكفيكم هذه المجموعة التي تم الإفراج عنها؟ بالنسبة للذي تم الإفراج عنهم، هم مجموعة من الذي يحتجزهم الحزام الأمني في العاصمة عدن، فتم الإفراج عنهم نتيجة متابعة الأمهات والضغط من المجتمع، وأيضا وقوفنا أمام مقر الوقفات الكثيرة الذي قمتم بها، ومقر أمام مقر الرئيس عبد ربه منصور هادي. فتم الاستماع لهذا، وكان قد وعد الأمهات أنهم سيفرجوا عنهم قبل فترة ولكن ما طلوا في ذلك. فهذه بادرة طيبة، الحمد لله، نعمة من الله عز وجل أن يتم الإفراج، ونتمنى أن يخرج كل المساجين المظلومين داخل السجون، أو يتم يعني محاكمتهم وتمكين أهلهم من زيارتهم. إحنا الآن بنطالب حتى بالحد الأدنى من حقوق المختطف، هذا من حق الإنسان، من حقه في القوانين الدولية وفي القوانين اليمنية، أنه إذا تم احتجازه لا يتم احتجازه إلا في خلال 24 ساعة، وتتم بعد ذلك لو هو محكوم عليه أو شيء إحالته إلى النيابة، ومن ثم توكيل محامي وغيره زي ما معمول في العالم كله. ولكن أن يحتجز هذا الوقت كله، فهذا يعني يحتجز وكذلك تغيب أخباره عن ذويه يعني وعن أمه وأبيه. معظمهم كانوا مخفيين قصرا لمدة سنتين، يعني تخيلي زرنا أسر من الذين هم مخفيين، يعلم الله بحالهم، يعني الوضع صعب جدا، وهو العائلة الوحيد لأسرته. فيعني إيش نقول، مأساة بمعنى الكلمة. يعني الاحتجاز هذا لا يؤثر على الشخص فقط، وإنما يؤثر على عدة. هل لديكم معلومات عن وضع المختطفين والمعتقلين في المناطق المحررة وكذلك المناطق التابعة للميليشيات؟ وضع المختطفين وضع مأساوي جدا. أولا قضية الاختطاف نفسها ووضع الناس في سجون، وخاصة في بلد مثل بلدنا يعني حصل فيها هذه المشاكل، يعتبر من الصعوبة بمكان. الشيء الثاني أنه وضعهم يعني أو اعتقالهم بهذه الطريقة، أول طريقة الاختطاف أو الاحتجاز بتكون بطريقة سيئة جدا، انتهاك حقوق الإنسان بمعنى الكلمة. يعني عندما يأتي إلى بيته أو إلى مقر عمله أو إلى الشارع ويختطف بهذه الطريقة، يأتي بمدرعات وغيرها، يدخل إلى البيوت، يسحب الرجال أو من داخل البيت بصورة يعني غير إنسانية جدا، يخوف الأمهات، الأولاد، الأطفال الصغار، ثم بعد ذلك يخفوا قسريا
بهذه الطريقة لا يعلم أهله هل هو عايش ولا ميت ولا إيش، يعني يظل في إيش نقول خوف على حياة هذا الإنسان، وخوف أيضا على أنفسهم من فقد هذا العائل. نعم، هل لديكم إحصائيات بعدد المختطفين قصريا؟ إحنا عملنا تقرير لنا للسنة 2017، كان معنا 5347 الذي رصدناهم حالات اختطاف، منهم 731 مخفي قسريا. بالنسبة لعدن كان عندنا الإحصائية 104 مخفي قسرا، بعد أن تم الإفراج الآن عن 46 شخص، إن شاء الله بإذن الله يتم الإفراج عن الباقين. لكن آلة الاختطاف والقمع ما زالت موجودة، وكل يوم يتزايد العدد أكثر وأكثر. الاختطاف أستاذة أمد السلام، لا مثل ما ذكرتي أنه خارج حقوق المواطن ويتعدى كل الحقوق يعني، لكن بعد أن يتم الاختطاف هل لديكم معلومات بأنه تمارس على هؤلاء المختطفين مثلا أدوات تعذيب، أو أنهم يلاقون الاضطهاد وتمارس عليهم ضغوطات في السجون؟ رصدنا 143 حالة تعذيب، يعني تخيلي إلى هذه الدرجة، منها 18 حالة شلل تام، يخرج المختطف أو يكون موجود في السجن في حالة شلل تام، وجمال المعمري وغيره من المختطفين الذي خرجوا في حالة شلل تام بتشوفوا كيف وضعهم. هل تتساوى أوضاع المختطفين في المناطق المحررة وكذلك في الميليشيات بالنسبة للتعذيب؟ بالنسبة للميليشيات التعذيب يعني فاق التصورات يعني لهذا الأمر، فمثلا من التعذيب الضرب، الكهرباء، حقنهم بإبر بمواد غير معروفة، منعهم من استخدام الحمام، منعهم من الماء، إعطائهم الماء القذر ليشربوا منه، يعني التجويع، التعليق، يعني حاجات تعذيب وحشي بمعنى الكلمة. نستقي هذه المعلومات التي يعني نحصل عليها من خلال المفرج عنهم أو الذي قد خرجوا من السجون يقوم بإعطائنا هذه المعلومات. طبعا يتم إخفاء المعذبين هؤلاء فترة من الزمن بحيث أنه تختفي آثار التعذيب، بحيث لما يخرج أو يتم زيارته فيما بعد يكون قد آثار التعذيب خفت عليه عنه، ويعني يبين أمام الناس أنه ما حصلش، أنه سليم ولم يحدث ولم يتعرض لأي تعذيب، وأنهم هؤلاء مساكين وطيبين ويعاملوا الناس معاملة شديدة. ما هو دوركم أنتم أستاذة أمد السلام في رابطة أمهات المختطفين في اليمن للتخفيف من معاناة هؤلاء المختطفين؟ رابطة أمهات المختطفين كانت العائلة بالنسبة للذي ليس له عائلة في أمانة العاصمة أولاً، لأنها تشكلت الرابطة في أمانة العاصمة وما زالت، فهي تشكل العائلة بالنسبة للمختطفين من غير المحافظة، من غير أمانة العاصمة، لأنه أولاً بعيد عنهم أهلهم، مشقة السفر، تكاليف، ما فيش معهم فلوس، غائب عائلهم فما يستطيعوش، فكان مجموعة من المختطفين الذي من الجنوب وأيضا من المحافظات الأخرى، كانت رابطة أمهات المختطفين هي العائلة التي تزورهم وتخفف عنهم وتساعدهم وتدخل لهم الأكل وتعمل جاهدة في تخفيف معاناة هؤلاء. أيضا بالنسبة لأسر المختطفين يتم التكافل الاجتماعي فيما بينهم وبين الرابطة، تقديم بعض المساعدات التي نحصل عليها من الخيرين ومن المتفاعلين مع قضية المختطفين، ونساهم قدر المستطاع في التخفيف أيضا من معاناتهم. لا نقول أننا عملنا أشياء كثيرة ولكنها قدر المستطاع. نعم، قدر المستطاع وقدر لأن هذا كمية الحرية التي أنتم نعم تعيشون. كما ذكرتي كمية مقدار الحرية، لأنه أيضا نعمل بجهود فردية وأيضا تحت
تحت القمع والضغوطات الشديد. ايضا رابطه امهات المختطفين كانت بدل الدوله عملت بدل المنظمات بدل الكل، لانه ما عاد في شهاده. هؤلاء المختطفين واسرهم اصبحوا بدون مناصرين حتى، لانه لما يصيحوا في صنعاء او غيرها هالميليشيات تتهمهم باشياء واشياء، والناس كذلك. لكن الرابطه جاءت لمت الاسره، عملت تكافل اجتماعي، عملت دعم نفسي للاطفال، عملت يعني برامج معينه بحيث انه تخفف من الام الاسره وايضا من آلام المختطف داخل السجون، أنه ساعدنا أيضاً في توصيل بعض المعونات إلى داخل السجون المتاحة بالنسبة لنا، وليس باسم الرابطة وإنما باسم الأهالي، بحيث أنه لا تسمح لنا الميليشيا بتقديم أشياء باسم الرابطة ويتم قمعنا. ما مدى التعاون بينكم وبين الحكومة الجهات الشرعية وكذلك المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان ومسألة المختطفين كذلك؟ بالنسبة للحكومة الشرعية طبعا وصلنا صوتنا وملفنا إلى رئاسة الوزراء، وقابلنا عدة مرات الدكتور أحمد عبيد بن داغر، وقام مشكور بتوجيه بصرف إعانة شهرية للمختطفين. المختطفين في المناطق المحررة، في المناطق الغير محررة اللي تحت سيطرة الحوثيين. فتمت المعاملة وتقفلت الرابطة بالمعاملة، وتم صرف مستحق لشهر واحد، والآن ما زلنا نتابع قضية أن يتم صرف المستحق شهريا، لأنه يعني الوضع صعب جدا جدا جدا. وتم عمل مسح ميداني من قبل الرابطة، وقدمنا عدد موثق بالأرقام وبالاستمارات بحيث أنه يكون هذا العدد هو الذي يعني يتم صرف. وهل المنظمات الدولية كذلك دور في دعمكم؟ وصلنا صوتنا لجميع المنظمات الحقوقية العالمية، هيومن رايتس واتش وكثير من المنظمات، وطبعا المبعوث الأممي قابلناه وقدمنا له ملفاتنا، بحيث أنه يكون هذه القضية قضية إنسانية بحتة، لا تدخل في المساومة السياسية، وإنما هي قضية إنسانية تكون في البداية في على أساس أنها تكون من مبادرات السلام. أول نقطة أن تكون قضية المختطفين، وأن يتم الإفراج عن المختطفين دون قيد أو شرط أو مبادلة أو غيرها. فوصلنا هذه الأصوات، ووعدونا مثلا مكتب الأمم المتحدة أو المبعوث، وعدنا أنها هذه القضية إنسانية وأنه سيبادر فيها. طبعا لم نستطع أن نقابل مارتن، طلبنا مقابلته عدة مرات، ولكن يتحججوا أنه في يعني أمور أكبر من كذا، وأنه قد هذه المسألة يعني تم البت فيها أو تم حصولكم على وعد. نعم، يكفيكم كأنه الوعد. فكثير من المنظمات كما قلت لك، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الصليب الأحمر، وطبعا تخيلي لما تصير النساء إلى المفوضية والصليب، يعني مش سهل إنها يخاطرين ويسيرين لهذه المنظمات، لأنه أيضا مراقب، وحتى أنهم مرة اعتدوا علينا أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في صنعاء. فوصلنا صوتنا إلى الخارج، إلى المنظمات الخارجية، إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى الجميع. فقضيتنا وصلت إلى الجميع، لكن تنتظرون رجع الصدى أن يكون على مقدار مطالبكم ومقدار يعني المعاناة التي يعانيها المختطفين. أعتقد أن هناك بعض الصمم، أعتقد هكذا، وإلا لو كان غير ذلك كان سمعونا الناس وتفاعلوا مع قضيتنا. لكن هل تلومين المجتمع اليمني بأنه غير متفاعل التفاعل الذي يجب مع قضية المختطفين؟ المجتمع نقول خاصة الذي في تحت
سيطرة الحوثي لا يستطيع أن يعمل شيء إذا كان هو مسيطر عليه أو هو معتقل أصلاً. المجتمع نفسه معتقل، المجتمع نفسه مختطف، فكيف بيساند؟ يعني الناس كلهم عندما يشوفونا في الوقفة يعني لا يستطيع. المختطفين في المناطق المحررة باعتبارنا مناطق محررة، ما هو الدور المجتمعي الذي قدمه المجتمع كمناطق محررة للمختطفين؟ لا يوجد دور أبداً، وإنما يخوف الناس عندما اختطفوا. طبعاً معنا إيش نقول، شماعة كبيرة اسمها الإرهاب، اسمها القاعدة، يخوف الناس بهذه المسميات. كلما قبضوا على شخص اتهموه بهذه التهم الكبيرة، فيخاف الناس أن يذهبوا، لأنه أحد المختطفين اختطفوا في عدن، فخرج أخوه يتابع بعده، اختطفوا أخوه الثاني. يعني حتى أن الناس متخوفين من المتابعة بعد هذول الأشخاص، لأن التهمة الذي ألصقوها أو الشائعة التي بثوها شائعة كبيرة، لا يستطيع أن الناس يعني تخلي الناس يتخوفوا بشكل كبير جدا. هل لكم دور كان في تبادل الأسرى؟ إحنا كرابطة أمهات المختطفين لا نؤمن بقضية التبادل. المختطفين أخذوا من مقر عملهم، من أماكنهم، من بيوتهم، من ناس مدنيين عزل، مدرسين، رياضيين، صحفيين، لم يحملوا سلاح. كيف يبادل بشخص حمل السلاح وقاتل وقتل؟ فنحن لا نتدخل في هذه القضية. الشيء الثاني أنه عندما يتم عملية التبادل يتم إخفاء أو إقصاء هذا اللي تم التبادل به، يقصوه من بيته، من أسرته، فينقلوه مثلا، يتم التبادل وينقلوهم إلى مارب. يعني أنه الآن أول شيء إخفاء قسري، ثم اختطاف، ثم بعد ذلك إيش؟ تغريب وإخراجه من أسرته. يعني مأساة مضاعفة، يعني ليست حلاً. وإلى الآن خلال هذه الفترة كلها والضجيج هذا الذي يتم حول التبادل، لم يخرج إلا سبعة، يمكن تقريباً 7% من المختطفين بهذه المسألة. الناس أنفسهم يقول لك خلاص إحنا نشتي، المهم أنه يخرج ابننا، أهم شيء أنه يخرج حقنا المختطف بأي طريقة، طريقة تبادل، طريقة كذا، أي طريقة، المهم أنه يخرج. أهم شيء يشوفوه، يطمنوا عنه، حتى أنه يستفزوهم أو يأخذوا منهم أموال كثيرة، بحيث أنهم بيخرجوا لهم ابنهم، ويظل هذا الابتزاز فترة كبيرة، إلى درجة أن كثير من الأمهات باعين ذهبهم، باعين أراضيهم، باعين ما يمتلكين، من أجل إيش؟ أن يخرجين أبنائهم. في الأخير يتم الكذب عليهم بهذه الأمور، وإذا خرج يقصوه أو يخرجوه وينفوه من بيته، من أسرته. وطبعا الكل يرى أنه لما يذهب الواحد الشخص مثلا إلى مارب وغيرها، يحتاج فترة إلى التكيف مع الوضع، ما فيش عمل، يعني تشريد، يعني حاجة مأساة بمعنى الكلمة. يعني ليست التبادل هذا في بهذه الطريقة ليس حلا وليس مجدي بهذا. احنا نطالب كأمهات المختطفين ان يخرجوا ابناءنا بدون شرط او قيد. هؤلاء الناس مدنيين عاديين، يرجعوا الى بيوتهم، الى عائلاتهم، الى امهاتهم. انت تعلمي يا بنتي انه الكثير من الامهات ماتين واولادهن داخل السجون. يعني تخيلي احد المساجين يموت ابوه وامه وهو داخل السجن، لا يستطيع حتى ان يراهم، ان يقبل ايديهم. يعني مأساة، ما هو هذا؟ أين الإنسانية في هذا الموضوع؟ يعني مهما كان، مهما عمل، من حقه أن يرى أسرته، من حقه أن يشوف أبوه وأمه. قبل فترة يموت الأطفال وآبائهم أيضا في السجون، يتمنى الولد أن يرى أبوه وأمه. في قبل العيد عملوا الأطفال وقفة، يقولوا عيدنا خروج أبائنا،
يعني تخيلي عندما يكون الطفل يتمنى أن يرى أباه، يتمنى أن يعيد مع أبوه، أي عيد يشوف الناس كلهم بيخرجوا مع أبائهم وأبوه موجود وحي وداخل السجن، وسنين يعني ماهيش سنة ولا سنتين، الآن 5 أعياد و6 أعياد داخل السجن مسجونين هؤلاء الناس. نعم الأستاذة أمة السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين في اليمن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. الكلية العسكرية التي تأسست في عام 1967 على أنقاض مركز التدريب العسكري بمنطقة صلاح الدين في البريقة غربي مدينة عدن، كان ولا يزال يقدم خدمات جليلة للوطن. بعد نيل جنوب اليمن الاستقلال عام 1967 بدأت اهتمامات الدولة الوليدة تتجه نحو بناء وتأهيل القوات المسلحة كأحد أهم أهداف ثورة 14 من أكتوبر، واتخذت في سبيل ذلك قراراً بإنشاء كلية عسكرية. على أنقاض مركز التدريب العسكري في منطقة صلاح الدين بمدينة البريقة غربي عدن، تأسست أول كلية عسكرية في جنوب اليمن ليسجل تاريخ ميلادها في سبعينيات القرن الماضي حدثاً فارقاً في تاريخ الوطن، رسخ هوية الجيش بنضالات الثوار الأحرار. من الميدان الأسود اتخذت الكلية العسكرية مساحة لصناعة الرجال، ومعها تشكلت ملامح أكاديمية عسكرية تبنت حزمة من التدابير والمبادئ الأساسية لبناء جيش وطني متكامل يعي طبيعة المهام القتالية وقادراً على حماية الوطن والدفاع عن مكتسبات الثورة. إمكانات قدمتها الدولة الوليدة آنذاك، شرعت الكلية العسكرية في بناء المنشآت والفصول الدراسية، وبدأت باستقبال الدارسين في 3 تخصصات رئيسية: المشاة والمدفعية والدروع. ومع تزايد الإقبال عليها سنوياً، استحدثت الكلية العسكرية تخصصات جديدة في مجالات الهندسة والدفاع الجوي والأقسام الفنية والاستطلاع وتعليم اللغة الروسية. اتبعت الكلية نظاماً تعليمياً مواكباً للمنظومة العسكرية العالمية في الشكل والمضمون، واعتمدت نظام العامين في جميع التخصصات العسكرية، وجعلت من الانضباط معياراً لصقل قدرات الدارسين الموزعين إلى فصائل وسرايا. Thank you.
ومع بزغ فجر أيلول سبتمبر من العام 1971 للميلاد، كانت الكلية العسكرية في عدن تحتفي بتخرج أول دفعة من منتسبيها، لتجعل من هذا اليوم عيداً سنوياً بعد أن خصصته للاحتفاء بالخريجين العسكريين. وبقيادة الفروع التدريبية في الكلية العسكرية، ويسرنا أن نعلن نجاح المشروع التكتيكي بالتخيل الحية لطلبة الدفعة 16. التعليم في الكلية العسكرية اتسمت بالكفاءة العلمية والعسكرية من المبتعثين إلى الخارج، وكانوا في طليعة الكوادر المتفوقة في أكاديميات الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية، ولعبود دوراً حيوياً في بناء جيش وطني بمهارات قتالية وضوابط أخلاقية يدين بالولاء للشعب والوطن. تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي، والكلية العسكرية في عدن تؤدي دورها الحيوي في إعداد الكوادر العسكرية ورفد القوات المسلحة بالمؤهلين المتخصصين في كافة المجالات، حتى تم إغلاقها ودمجها بالكلية الحربية في صنعاء عام 1990 للميلاد. ومع مطلع العام 2017 أعيد افتتاح الكلية العسكرية مجدداً في عدن بقرار جمهوري، وبدأت تخصصها في الكليات الحربية والبحرية والطيران، وقدت تستقبل الدارسين من طلاب الجامعات وأفراد الوحدات العسكرية. عيدروس ولد في عائلة تحب الموسيقى، فأحب الموسيقى وتعلق بها، ومع أول آلة موسيقية أهدت له وهي الجيتار ابتدأت قصته معه. Across the ocean, across the sea, starting to forget why you look at me. Over the mountains, across the sky, need to see your face and need your look in your eyes. في عائلة فنية ولد وترعرع الشاب مروان عيدروس، ومنها استلهم ذائقة الموسيقى وابتدأ مشواره الحقيقي مع الجيتار، ليغدو اليوم أحد أهم العازفين في عدن. بدأ يجي لي شغف لما أجالي هدية جيتار بألفين وثمانية أعتقد. حاولت يعني أجالي الجيتار مش عارف كيف أتعلم، مش معانا معاهد، مش معانا أماكن أكاديمية يعني تعليم الموسيقى. جلست 24 أدور عن حد يعني يروينا إيش هذا، يعني كيف أبدأ أتعلم بالجيتار. ما حصلت، ما يعني لدرجة إنه خلاص يأست، رحت الجيتار فوق الكبت إنه ما عاد بعرفش أعزف. دخلت النت ماش فايدة. بعدين حصلت صديق لي في التواهي يعزف جيتار، تمام؟ طبعاً هذا يعني كان جداً وقته مشغول، كنت أروح له أول ما أروح من يعني ثيابي المدرسة، ثاني أروح له بعد الغداء لأنه ما يفضيش إلا الظهر، وأروح له بعد الغداء، وكان أعطانا بس الأساسيات حق الجيتار. بعدين بدأت انطلق أنا يعني حبة حبة، لما الحمد لله يعني أشوف نفسي مش كلمة عزف يعني أعزف الجيتار.
أضفى الجيتار على شخصية مروان عيدروس مشاعر وأحاسيس جديدة، وجعله ينطلق في دنيا الموسيقى ناشراً رسائل الحب والسلام تحملها الأنغام قبل الكلمات. الموسيقى غيرت مجتمعات كثير يعني للأفضل، فعندي رسالة أنا وأشتي أوصلها إنه بالموسيقى الحروب اللي حاصلة، الدماء اللي حاصلة ببلدنا، يعني رسالة زي كذا، رسالة إيجابية اللي بتوصل رسائل السلام والحب عن طريق الموسيقى. عملت عالم لحالي يعني بغرفتي، إنه على أمل إنه بلاقي المكان اللي بيقدروا أنا إيش أعمل، مدام إنه أنا واجهت صعوبات كثيرة جدا من الأهل، يعني مش من أهلي، أهلي العائلة الشجرة الكبيرة، إنه واجهت صعوبات كثيرة، إنه ده شيء مختلف علينا، يعني غير عاداتنا غير تقاليدنا، يعني بجد عانيت كمان من المجتمع، يعني كنت أخرج بالجيتار الله عالم كيف كنت أنا أحصل من كلام، من جدا الكلام يعني استهزاء، بس هذا ما خلاناش أوقف، ما خلانا خلاص أنا يعني بيحطمونا، لا زدت إصرار وزدت إنه لازم أتعلم لازم أستمع. وأنا أحبك 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 يا سلام يا منياتي يا سلام خاطري، وأنا أحبك يا سلام. يفضل مروان عيدروس الأنغام الغربية أكثر من سواها، وإذ يلمس اختلافاً واضحاً بين الألحان والأنغام والمقامات العربية وبين الغربية، إلا أنه يتقنها جميعاً عبر آلته المفضلة الجيتار. في موسيقى شرقية صعب انها تنعزف زي على الجيتار نهائيا، يعني زي بعض اغاني ام كلثوم وعبد الحليم هذه الاغاني، فصعب انك تزي على في اختلاف، يعني في العربي في مقامات زي عارف الصبا المقامات الشرقية، وكل يعني الموسيقى الغربية والعربية في اختلافات كثيرة. الموسيقى فن لا يحظى بالاهتمام في اليمن ولا مستقبل لمحترفيها كما يرى مروان عيدروس، ورغم كل الصعوبات التي يواجهها في مشواره الفني إلا أن حبه لا ينفك يربطه بها أكثر فأكثر. أعرف أنا عازفين جيتار، أعرف عازفين من أيام الثمانينات والتسعينات، الآن لو تجي تشوفي حالهم يعني بجد بترثيلهم، يعني أعرف عازف جيتار كبير اسمه جلال بقاش، تعالي الآن شوفيه فين، هو عازف جيتار من أيام من قبل، يعني الآن قاعد يشتغل بسوق الخضرة مهندس كهرباء. واحد ثاني عازف كمانجا، يعني كان عازف مع فنانين كبار، هو بعد الآن يعني رفض إنه يخرج لبرا، قلت له فرص لما برا، بس وطنيته اللي خلته يجلس بعدها، تعالي شوفيه الآن يبيع بيض مفور، هذا مستقبل العازفين بعدها. Her eyes make stars look like they're not shining. Her hair, falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. عدم اليأس والمحاولة شيئا فشيئا بصورة مستمرة، هذا ما ينصح به مروان عيدروس المبتدئين في عالم الموسيقى، أولئك الذين يرغبون بأن تصدح ألحانهم في سماء المجد وتصل ما تحمله موسيقاهم من رسائل إلى أكبر عدد من الناس. ما
فيش حاجة اسمها صعب، يعني حصل أكثر من واحد يقول لي أنا قال لي هدية جيتار ما عرفش أتعلم، يعني ما فيش حاجة اسمها صعب نهائيا، ما فيش حاجة اسمها، يعني كنت أنا أشوف الجيتار حاجة صعب، الآن الحمد لله أعزف، كنت أشوف الكمانجا البيانو الكمانجا حاجة صعب، ليش الناس كلهم يعزفوا يعني؟ إيش ليش بتحصلي في أطفال يعزفوا برا؟ إيش الفرق يعني بين أصابعهم وأصابعنا إحنا؟ هو عمدك على الاجتهاد وإنه أنا استعزف، أنا أحب ذا الشيء أنا بعزفه. تحدي. ها قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، في أمان الله.